لو الحكاية فيها إن فيتو لا نعني أن السلوم كان يخبطون بسرعة ثم حينزلوا بسرعة بالغة يعني. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قالوا يا ويلنا شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين. دول الموضوعين الذين تركوا فيها يأجوج ومأجوج قصة تاريخية حصلت في عهد ذوالقرنين وقصة مستقبلية ستحدث قبل قيام الساعة. في الحديث الشريف الحقيقة يعني إذا اطلعت على موقع إسلام ويب هتلاقي أكثر من 235 حديث عن يأجوج ومأجوج. أكثر من 200 منهم منكر وضعيف. براتب الحديث الصحيح لزملائنا اللي هم الكليات الإسلامية في أعلى حاجة متفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ففي الحقيقه في المنهج البحث اللي انا تتبعته اعتمدت على ما اتفق عليه الشيخان فقط وعلى القران الكريم فقط وعلى الادله بقى العقليه الاخرى. ولكن ايضا القصص القراني يتم تفسيره في كتب التفسير وكتب التراث بكثير من الاحاديث والاراء الفقهيه اللي احيانا بتضفي صبغه اسطوريه على القصه القرانيه. وده اللي بيخلينا نعيد قراءة القصص القرآني بصورة أخرى للوصول إلى تفسير يكون أكثر عقلانية أكثر منطقية ويكون متفق مع سمات العصر الحالي. إحنا حضرنا لجنة الأستاذ الدكتور عمرو شريف وقال لنا إن ضمن برضه مدارك الإلحاد لكثير من الأشياء والشباب اللي بيتجه لعدم الاقتناع بالأديان وجود كثير من الأمور في كتب التراث وفي كتب التفاسير ممكن تكون غير مقنعة ليه، فهو شايف إن في تفسيرات وضعت بمعطيات العصر القديم وبالعلم اللي موجود في العصر القديم. هو لما بيجي يقرأها بيحس إن هي مش مقنعة ليه، وبيتجه لنوع من الإنكار وامتد الإنكار لحاجات كتيرة ليست فقط هذه القصة.